السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاربعاء 19 تموز يوليو طبعا القمر موجود في برج الاسد اليوم هذا اليوم في نشاط في حركه في اقناع ولكن برضه يوم مميز للمحتالين وبدكم تحذروا من المشاكل القمر الآن موجود في برج الأسد زي ما حكينا هو الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و دقيقة من مساء اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناته هذا اليوم منكون أو بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا لا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 15 سبعة بدأت ومستمرة ليوم 21 سبعة بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن تعرضنا لبعض المشاكل مع العدالة بدنا نتجنب توقيع الوثائق المهمة نحاول أنه ما نقوم بأي استثمارات أو مضاربات مالية بدون دراستها بشكل جيد ونتأكد من وضعنا أنه إحنا يعني على قدر أنه نلتزم بهاي الأمور أو بتداعياتها أو لا لأنه ممكن أنها تنتهي بدعاوى قضائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 28 سبعة طبعا ذروتها يوم 20 سبعة ساعة واحدة وست دقائق بعد الظهر هاي بتركز على الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدس نحن خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدس برضو ممكن أنها تجعلنا نشعر بالطمأنينة الداخلية شوي هيك أكثر من المعتاد وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية برضو تأثيراتها بتبدأ الساعة يعني من بدأت من يوم 13 سبعة ومستمرة ليوم 28 سبعة ذروتها يوم 20 سبعة أيضا الساعة 8 و 38 دقيقة مساء بتوقيت غرينج هاي بتزيد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي ممكن أنها تخلف مشاكل عديدة وبرضه بتزيد من العصبية يعني لازم نتمالك أعصابنا ونضبط النفس لأبعد الحدود عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير تدفعنا للإفراط اللي ممكن يسبب لنا حوادث أو عمليات جراحية وبيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن يعرضنا لهجومات من الخصوم فتاكة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها بدأت من يوم 13 سبعة ومستمرة ليوم 30 7 طبعا ذروة هاي الزاوية يوم 22 سبعة الساعة 3 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش بسبب هاي الزاوية بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض اللي بيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا بتسبب لنا عدوات خفية وبتزيد من حدة شهوانيتنا وبرضه ممكن يصير بعض الأشياء اللي ممكن هتضر بصحتنا أو تسبب لنا أمراض خطيرة إذا ما انتبهنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية منفصلة من يوم 28 سبعة ليوم اثنين عشرة بالنسبة لهي الزاوية هي سبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم بيرجع بيظهر على الساحة بيدعم من وضعنا أكثر فأكثر اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم تأثيراتها او ذروتها قوتها اللي هي اول زاوية زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المشتري. هاي الزاوية تأثيراتها من الآن ومستمرة حتى مساء يوم الاربعاء ذروتها الساعة خمسة ودقيقتين من عصر اليوم. طبعاً يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا يعني بصراحة النصابين أو اللي بدهم يستعطفونا أو بدهم يشحنونا بطاقة سلبية أو يوجهونا بأفكارهم وأعمالهم مش برضو بتخلينا هاي الزاوية إنه نشوف المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها بنثق بوعود غير واضحة ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية. بدنا نكون متيقظين من نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه ممكن يسبب لنا عسر هضم أو تخمة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة 11 و 22 دقيقة من ظهر اليوم الأربعاء طبعا برضو بتبدأ تأثيراتها من موعد بث الحلقه وحتى صباح يوم الخميس. بنشعر بقوه الفكر والقدره على الادراك الجيد للامور بالاضافه الى نشاط الذاكره وسرعه البديهه بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا، تمنحنا كفاءات وخصوصا بالاعمال التجاريه وبصير عندنا ثقه بالنفس وبنتالق بفضل سهوله تعبيرنا. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين أورانوس. هاي الزاوية طبعا من زوايا يوم الخميس. ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الأربعاء وبتستمر حتى عصر يوم الخميس. تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني. يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد. ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع. وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك. تجعلنا سريعين التأثر، عنيدين، غريبين الأطوار، بتعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف، وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن تعرضنا للفراق. بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما بنصح بالعمليات الجراحية الكبرى لإلها ولازم نوفر العناية الكافية لهاي الأعضاء واللي بشعر بأي أعراض غير اعتيادية يراجع طبيبه القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان زي ما حكينا هذا اليوم يصلح لاجراء العمليات الجراحيه وبرضه مناسب لعمليات التجميل والحقن والجراحه ايضا يصلح لازاله الشعر الزائد بالطريقه التقليديه ولكن ما بنصح بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي. بالنسبه للقمر بما انه في برج الاسد خلو المسار راح يكون يوم الخميس بيبدا الساعه 2 و دقائق عصرا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة واثناشر دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش لا يستقر القمر بعديها في برج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة أربعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيد بنسبة 60% القمر في الأسد حتى يوم 20 سبعة سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 45% في ساعات المساء يعني تقريبا المتاخره بصير سعيد بنسبه سبعين في الميه عطارد في الاسد حتى يوم ثمانيه وعشرين سبعه منتحس بنسبه خمسه وعشرين في الميه الزهره في الاسد حتى يوم ثلاثه وعشرين سبعه منتحس بنسبه خمسين في الميه المريخ في العذراء حتى يوم سبعه وعشرين ثمانيه سعيد بنسبه 15% في الميه المشتري في الثور حتى يوم اربعه تسعه سعيد بنسبه ثلاثين في الميه زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% يا ريت اللي وصل معنا لهون يعني في اشخاص قالوا لي يعني هيك انت بتدلع وانت بتطلب هيك وبتدلل الناس وما بتقول حطوا لايك وديسلايك وكون جدي وحازم في هذا الموضوع معناته روحوا حطوا لايك وديسلايك وبلاش ازعل منكو وأعصب عليكم وانا اسف عادي يعني اللي بده يحط بدوش يحط يا عمي ما بقدرش اعصب عليكم والله يا عمي ما بقدر خلص يعني انتوا احباب حبايبي حبايبي يلا يلا يا جماعه <applause> وصلنا للتوقعات اليوميه برج الحمل بالنسبه لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة مثمرة وايجابية وبتنجحوا بحملة ترويجية عشان هيك حاولوا انكم تكونوا جريئين بالطرح بتتسارع الاحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب او عرض الاجواء جيدة وممتازة جدا اليوم حتى للامور اللي لها علاقة بالتجميل او لها علاقة بممارسة هواية او التقرب من الابناء ايضا ومن الأحبة، يعني جيد برضه للمغازلة والحوار والنقاش ولكن بدون فرض الرأي والعصبية. برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم. تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي او العائلي ولكن بدك تتخلى عن المواقف المتحفظة. اتجنب العمليات الجراحية وحاول انك يعني تكون في في فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك. الاجواء زي ما حكينا بتركز على البيت وعلى العائلة ممكن يكون عندك مناسبة او حفلة او لقاء. أو حل مشكلة أو مساومة يعني أشياء من هذا القبيل الأجواء جيدة ودعم لك بقوة واليوم يصلح للأعمال المنزلية أيضا برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو سفرية مثلاً وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة ومع الجيران طبعا بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك ولكن بدون عصبية بدون تهور بدون اندفاع بدك تكون مرن جدا اليوم بتكثر عندك الزيارات والتنقلات اللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات أو اللي بيشتغلوا في مجال السيارات اليوم رح يستفيدوا كثير وممكن أنتوا تهتموا بهاي المجالات. برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة مالية لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكم تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو نصابين أو محتالين أو سرقة أو ضياع أموالكم. ممكن تعالج اليوم استحقاق مالي، أهم إشي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ، لأنه ممكن اليوم ببساطة تحصل على هدية أو دعم أو تسترد بعض الأموال اللي, اللي لا إلك برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم بتبدأ فترة أفضل من سابقتها من الأيام السابقة بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة اللي ممكن انها تدعم من مركزكم الاجتماعي او العاطفي ممكن برضو أنك توضح وجهة نظرك وتهتم بمظهرك بتشعر بالحماسة الفائضة بتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد أو فكرة جديدة أو بداية جديدة اليوم أنت بتمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة ولكن زي ما حكينا حاول أنك يعني تنتبه من بعض التقلبات بالمزاج أو ممكن هيك شعورك بالضغط للزيادة يخلي في عندك تصو... تصرفات شوي مش محسوبه. برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا بيسيطر التعب عليكم لانه القمر موجود في بيت المتاعب لغايه اليوم الغد لساعات بعد العصر تقريبا. حاول قدر الامكان خلال هذا اليوم انك تنظم امورك بشكل جيد، تحافظ على صبرك المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير. حاذر من الافكار السوداء والمعنويات المنخفضه، لانه ممكن تخيب امالك او تتاخر اعمالك. ابتعد عن الضجيج والصخب وحاول انك ما تحسم اي قرار وما تكون لحوح ولجوج وهذا لانه ممكن انه يخذلك الحظ يعني ما بدك تكون متسرع كون مرن وكون هادئ ايضا برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بتكون عندك تنقلات مهمة وبتتمتع اليوم بسرعة خاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وحتى العاطفية بتعرف لقاء دعم أهم مش إنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي لأنه اليوم الفايدة كلها من علاقاتك ومعارفك وممكن اللي بحاجة لدعم معين وبيعرف له واسطة أو بيعرف له شخص يدعمه في هذا في أي مجال اليوم يوم مميز لهاي الأمور برج العقرب بيتركز اهتمامكم اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل والدفاع عن سمعتكم او عن حالكم يوم مميز للي بيبحثوا عن عمل مناسب جدا لتقديم الطلبات او المقابلات اهم شيء انه ما تنفعلش ما تعصبش ما تخالفش القوانين ما تشوهش سمعتك بأي تصرف. اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها ما في داعي أنك تعمل أي شيء اليوم فيه مخاطرة وممكن من خلالها تشوه سمعتك إذا استغلتها بشكل جيد ممكن تحقق شهرة أو مركز برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوية فترة مهمة جدا ممكن تهتم بهواية جديدة وعندك حيوية وحماسة لمتابعة أي مسألة وعندك القدرة على التواصل مع المحيط اليوم يوم ممتاز جدا حتى زي ما حكينا على المستوى العاطفي على مستوى الدراسة مستوى السفر الأوراق القانونية والمعاملات فحاول تستغل هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز على الامور المالية وخصوصا الاموال المشتركة اللي معك شريك فيها. اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية من جهة في فرصة لمكسب بيجي من شراكة او تعويض او من زوج من زوجة من ميراث من اي شيء المهم انه مال معك شريك فيه او بنك او قرض مثلا ولكن من جهة اخرى يجب الحذر في اي شراكة مالية جديدة. ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض وممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها وبرضو عندك القدرة اليوم لمناقشة مواضيع مهمة بتجتاز شوي امتحان في بعض الصعوبة عالج الشؤون العائلية المهمة لأنه برضو ممكن يكون عندك بعض المسائل العائلية الملفتة للانتباه برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم، القمر موجود مقابلكم طاقتكم ضعيفة شوي ولكن هذا اليوم جيد لتدعيم الشراكات المالية والعاطفية وعلاقتكم مع الازواج او مع شركاء العمل. ولكن وبرضه هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني. حذروا من الخلافات، ما تضخموا الامور. شوي ممكن تبدو مرهف الإحساس أو متوتر بسبب قلق ما أو من مسألة ما مثلا حاذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن ينعكس على علاقاتك مع الآخرين فتسبب لهم النفور منك برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا لأن القمر في البيت السادس يعني عمل صحة فعشان هيك حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت وحاولوا أنكم تراعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم ممكن تضطر للعمل لأوقات إضافية أو ساعات إضافية أو تبدأ عمل جديد أو يكون في بعض المشاحنات أو الهمز واللمز ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للتهور وما في داعي للإنفعال هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة يا ريت اللي عجبوا المحتوى يحط لايك ما عجبوا المحتوى يحط ديسلايك عجبتك القناة والطريقة والأسلوب عادي بتقدر تشترك بالقناة إذا أنت مش مشترك عندك أي انتقاد أو عندك أي معلومة لفت انتباهك حاب تستفسر عنها أو تطلب اقتراح عندك اقتراح معين اكتب لي في التعليقات بارك الله فيكم وعليكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء